مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم على الهواء مباشرة من قناة البلاد في الجزائر. الحدث الذي نتابع فيه آخر التطورات في الساحة الوطنية، طبعا أهم الأحداث اليوم هو البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته، أي قبل 28 من أبريل. طبعا قضية استقالة الرئيس كانت قناة البلاد هي السباقة في إعلانها ليلة أمس. قناة البلاد طبعا أعلننا أمس أنه سيكون هذا الأسبوع، لسنا نعلم في أي أسبوع سيستقيل. المهم أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن رئاسة الجمهورية هو قبل نهاية عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 من أبريل. وأضافت البرقية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ قرارات هامة لضمان استمرارية المؤسسات خلال المرحلة الانتقالية. مصادر البلاد قالت إن البيان الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية تمت كتابته من طرف شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة. وأشارت مصادرنا أيضا إلى أن البيان جاء ردا على الإجراءات والتحقيقات التي باشرتها قيادة الجيش والسلطات القضائية والضبطية القضائية للدرك الوطني مع ناهبي المال العام. كما أكد ذات المصادر أن البيان هدفه هو الالتفاف على مطالب الشعب خوفا من المحاسبة وتغطية لممارسات الفساد، وكذا الالتفاف على المواد الدستورية 7 و8 و102. طبعا الذي نشاهده على الشاشة أمامكم على الشاشة هو البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي بثته أو نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. طبعا ضيوفي في هذه الفترة من التغطية، أسعد بأن أستقبل الدكتور عبد المالك مبارك سراي، الخبير الدولي، خبير ومستشار السابق في الأمم المتحدة، وأيضا المستشار لدى الرئيس السابق اليمين زروال. أهلا بك سيدي دكتور. مرحبا مساء. كما يحضر معي أيضا الدكتور لمين عثماني، وهو رئيس كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. أهلا بك دكتور. أهلا. دكتور سراي، لو أبدأ معك. نعم. تعليق ربما مبدئي وأساسي على مختلف التطورات. بيان الرئاسة اليوم، أمس تم تشكيل حكومة بدوي، ومصادر أخرى تقول أن البيان جاء ردا على ما تمت من توقيفات ومنع من السفر وإجراءات معينة ضد المشتبه فيهم بنهب المال العام. ما الذي يحصل؟ شكرا. بناء أننا لأول مرة ندخل يعني في الصحافة المباشرة، نود أن نبارك للشباب اللي حيوا كل الجزائر وحيوا كل يعني الناس اللي من استقحت هنا. فيها يعني يبدو لي استقلال جديد راه جاي عندنا، وانا نسميها ثوره، هي صراحه ثوره شبانيه، ثوره نظيفه للغايه. نبارك لها ونبارك للشباب ونشجعهم يكملوا في المسيره في نضالهم لكي نتخلى نهائيا على كل الامراض اللي كان فيه تراكم الامراض منذ عده سنوات، على الاقل 20 سنه، اللي خلى البلاد اصبحت لم تصبح غير محترمه على المستوى الدولي، وكذلك تعبانه للغايه على مستوى الداخل، وبشعب تعبان وما قدرش يوصل لحياه مقنعه نظرا للامكانيات اللي عندنا من كل ما هي تملك الارض. فلهذا كل ما صار هذه الايام نبارك يعني من ناحيه الضغط تاع الشباب، ونؤكد ان يبدو لي انا حسبي انا ان الامور راح تصير تقريب طبيعيه حتى ننتهي من هذا الامر ونصبح ب تيم جديد، يعني فريق جديد، فريق جديد من الان على 3 شهور 4 شهور، فريق جديد اللي راح يحيي الجزائر من جديد ويعطي لها نموذج جديد في التسيير، ونبدا نصفي الامور، لان الملفات كبيره ياس، على الاقل عندنا على الاقل 20,000 ملف قانوني لازم فيه اعاده النظر، وهذه تاخذ على الاقل 5 سنوات. فلهذا لنا احنا الدور اللي عندنا شويه خبره ان نفسروا للشباب، عندنا شباب رائع ولكن لازم نفسروا له باللي فيه هناك مشاكل كبرى، كيف نغير كل هذه، وقبل ما نغير هذه لازم يتوقفوا هؤلاء الناس اللي نهبوا وسرقوا وكذبوا على البلاد، وسخوا الصوره تاع البلاد وحقروا الشباب، شباب محكور منذ زمن طويل
وانتم كما تعلمون والله يشهد علينا وكل الصحافة الوطنية تشهد وكل تلفزيونات يشهد القنوات كم من مرة ننادي ونقول باللي يحترموا هذا الشباب وكفاية من البيروقراطية كفاية من السرقة كفاية حتى أصبحنا ممنوعين من بعض القنوات الرسمية لأن تكلمنا على هذه الأمراض. مازلت ممنوع دكتور؟ مازلت ممنوع من طرف التلفزيون الرسمي لأن كنت تكلمت على السرقة اللي موجودة على مستوى وزارة الداخلية في تسيير البلديات وتكلمت الكثير على ضد الجهوية لأن نكره الجهوية لأن أنا نؤمن بالكفاءات وبس من منش بيك من جيت والله حوش عليك لا تلمساني والله عنابي والله لكن طالما عندك إمكانية تفضل تسير جزء من 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 ما أعطتك الجزائر فكل هذا المواقف نتاعي بالسابق خلونا أن حطونا من جهة رغم كل الإمكانيات رغم كل يعني العلاقات الدولية اللي عندنا رغم يعني كل شيء اللي درناه وكتبناه إلى آخره. المهم الآن يبدو لي الأمور راح تصير أنا يبدو لي تصير طبيعية في بلاد كما الجزائر. لما يقول رئيس الجمهورية في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتخذ قرارات هامة، أين من القرارات تعتقد دكتور سراي؟ يبدو لي حاجتين، أولا يعين ستة المناصب اللي ما زالوا ناقصين في الـ في الـ في, الـ في الصين يعينهم وبعدين واحد من الستة سوف يكون ينتخب باش يكون رئيس السيناء لكي يرفض قضية أنه رفض عبد القادر بن صالح وفي اعتراضات والشارع غير راضي. هذه الخطوة راح نتجاوزوها باش من ستة ينبع رجل ينتخب عليه باختيار الأغلبية ونصبح عندنا رجل يتمسك بالزمن للمشاكل نعم. هذه ونخلوه نمشي رويدا رويدا لحل المشاكل. ولكن نريد مرة أخرى نؤكد أن يعني عندنا حظ أن الجيش الوطني الشعبي بقوته يصبح حتى الآن نجح في احترام الدستور ولما نجح في احترام الدستور معناتها يعني يلبي رغبات الشباب مش ميكونش فيه يعني فيها مشاكل على مستوى الوطن وكذلك لبى رغبات العالم كله لان احنا مش وحدنا نعم. ما ننساوش بلي الجزائر من البلدان المحترمه وعند الميزان تاعها نظرا للخيرات اللي عندنا كل الدول العظمى ينتظروا فينا ويشوفوا هنا. اذا الجيش الوطني الشعبي عطى رد يعني فعل ممتاز امام الاجانب وكذلك او يحمي في الوطن ويحمي كذلك في رؤيه الجديد نعم نعم دكتور سراي كذلك نبارك لها هذه المباركه الثانيه بعد الشباب نبارك نعم. للجيش الوطني الشعبي على الموقف نتاعو نعم الدكتور لمين عثماني بين بيان الرئاسه الذي يقول ان الرئيس يستقيل نهايه العهده في يوم 28 يعني قبل 28 وان الرئيس يتخذ قرارات هامه لضمان استمراريه مؤسسه الدولة والبعض الآخر قال أن مثل هذه البيانات مكتوبة من طرف شقيق الرئيس وبأن جاءت عقب الإجراءات والتحقيقات التي باشرتها قيادة الجيش والسلطات القضائية والضبطية القضائية للدرك الوطني مع ناهبي المال العام وأنه فيه ربما خطوة معينة للالتفاف لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور. هذا الحصيلة هذه كيف تجعل المشهد هذه الليلة؟ اولا رحب بحضور الاستاذ السراي الذي لكم كل احتمال. شوف اليوم نعيش هذا الحراك السياسي على الطبقه السياسيه برمتها حتى النخب دير تحيين لصناع الثوره هذه البيضاء الثوره السلميه الثوره الحضاريه. هذا الشباب مكسب الشباب وهذا المكسب تاع الشباب كيف نثمن هو المرافقه على اساس ننتقل الى بناء دوله جديده. دوله جديده اليوم فعلنا دور المؤسسات اليوم شفنا مؤسسه الجيش للجمهوريه كان سلطات يفترض تكون فصل بين السلطات وكان كنا ثقافة الدولة تقتضي أن ثقافة المؤسسات لا تزول بزوال الرجال ولكن احنا المزاج الأشخاص خلى في صناعة القرار داخل الجزائر في بعض المناصب حساسة حتى أصبحت قوة خافية ترسمها بقوة سورية في نتاج قرارات في فائدة الوطن وهذا هو الأخطر لأنه أصبحت مؤسسات الدولة أصبحت تقريبا سورية وهناك قوة خافية سميها مافيا بوليتيك فينانسير سميها ما شئت ولكن هي تملي هذا واقع تملي قرارات. اليوم القناع قطاع سقط كما يقول محمود درويش سقط القناع عن القناع واصبح اليوم على المكشوف نتكلم انه فعلا كاين قوى هناك القناع عن الفساد كان واضح يعني بلا قناع لا كان يسميها قوى غير دستوريه سميها ولكن معليش انا واش نقول اليوم اتفق التوافق على انه يجب ان ننتقل الى الجزائر الجديده بفضل هذا الحراك
أصبح التوافق أن نذهب. يبقى اليوم هذا البيان تاع الرئاسة الجمهورية اللي أنا في نظرية أولا مؤسسة الجيش كأنه أراد الذهاب، وإحنا كنا دائما الأحرار ننادي على الشرعية، ديجا الشرعية الدستورية، أراد أن يحترم الشرعية الدستورية، أراد أن يقول للعالم لأنه الجزائر ماشي عايشة وحدها، كان التزام دولي على بالك دوكا الجيش وكان يدخل في السياسة بلا مبررات تاع السلطة تاع الشعب، ممكن حتى عقوبات دولية وعواقب وخيمة. خليني يسموها الكوديطا، والجزائر مضت اتفاقيات دولية في الاتحاد الأفريقي والمتحدة تمنع هذا، ولكن في نهاية المطاف اليوم الجيش بين باللي عنده وعي صرامة في تطبيق الدستور، هو يفترض من السياسيين، شفنا ان السياسيين هضروا على الندوة، على ندوة الوفاق، على تمديد السلطة، تمديد رئاسة تأجيل انتخابات. الجيش قدم للدستور اولا، هذا سي امبورطون، المرجعية القانونية الجيش، وحنا كنحرك كنا نادينا من بكري قلنا نعم مع الشرعية وقلنا ضد الندوة وقلنا الذهاب الى انتخابات اختيار رجل مناسب اللي في اطار الدولة المدنية. اليوم رانا تحصل حاصل انه هذا الحراك تاع الرسائل هو كونترار، يبقى برك التزامها حنا الشعب ماذا بيها نطيمين على كل جمعة يخرج، ما بقاش حوار تاع الجمعة نستناو مارش نلقاو رسائل، الحوار بالرسائل ومع ذلك الجمعة. اليوم استلصت يكون اليوم الحق وقت ما بقاش، لانه صوره الجزائر وهذا اقتصادي امامي، وراح نتحدث حول هذا الملف كل ما نطول مده الازمه راح تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد على الوطن وصوره الجزائر، لانه الجزائر عندها 1200 دو كوت، عندك اكبر صحراء في العالم، اكبر دوله افريقيا من ثروات، طبعا كل القوى العظمى تريد ان سطرت، ولكن سطرت بمره مش بامرادها، غانيون غانيون باللغة الاقتصادية، رابح رابح، يعني ترانسفير تكنولوجيك موضوع آخر. ولكن اللي همنا اليوم أنا في نظري رسالة الرئيس هو استجابة نسبية بل مجبر موش اختيار، ذوك يبقى شكون يسيني ميسينيهاش، احنا شفنا بيان رئيس الجمهورية، ذوك على السلطات اليوم كما شفنا التحقيقات اللي تقوم بها العدالة، كما نشوف مؤسس الجيش، هنا على السلطات، على فصل السلطات، كل سلطة يتحمل مسؤوليته من التاريخ، لأنه دي مرحلة تاريخية وفي إطار فصل من السلطات. احنا على اليوم كان تقصير الحراك عليه لأن المؤسسة الشرعية يفترض السلطة التنفيذية كانت تتداخل في صلاحية السلطة الشرعية، كانوا يحبونش نخدموا لأنه أداء الرقابة يفترض أنه هذو نواب الشعب داخل هذه المؤسسة. اليوم تقصير هذه المؤسسة في غياب. طبعا تقصيرها في أداء مهامها بفعل هي القوة الخفية باسم السلطة التنفيذية أدى إلى أنه ذوك احنا لازم ندير ميزاجور مع هذا الشباب تحيين، لأن الشباب هرب في النضال تاعو، هرب في طريقة بناء يطالب، طيب شي طالب فينا نهاية المطاف إيدي ماتوا الشهداء، حلمهم الجزائر بعد الاستقلال، جزائر مزدهرة، جزائر عصرية، دونك هذا الأحفاد تاع هذا الشهيد راهو قال لك إلا تلف طريق، ديما اليوم ديت ولاو البوان ديبار تاع البيان اللي كانوا الناس داروا فونت كوميرس، بينهم كان فونت كوميرس ردي ماري ولو بريمير قال تلف طريق، قال لأنه علاه احنا طولنا في الشرعية الثورية ومعك مرقنا في الدولة الوطنية، الدولة المدنية هذوك ما حبوش يبنوها، جا الشباب قال لك حبس ستاتيكو باستا، الآن نريد بناء الدولة الجزائرية وين يولي الشعب هو مصدر كل سلطة. اليوم الجيش علاه استمد مشروعيته من هذا الحراك، ما يقولش هو تدخل وجيش جمهوري، قال لك ولكن إلى الشعب تحرك أنا حامل جمهورية، أنا سيمون دوك بوسيسيون ديفوار، شاف إذا كان خطر في مؤسسات الدولة وشاف الشعب طالب من الجيش، لأنه شعارات وشعارات الجيش والشعب خاوة خاوة، من هذا المنطلق استجابة لرأي الشباب وهذا الحراك من كل فئة، خليني نقول من كل فئة لأنه الأسرة حطت قاعدتك في هذا الحراك، استجابة للشعب الجزائري الجيش قال أنا ألبي النداء وهو النداء الواجب الوطني، اللبة قال لك أنا نحمي الجمهورية، ذوك يبقى على السلطة التنفيذية على رأس الجمهورية أن تتحمل، لأنه التاريخ ما بقاش تقول لي استقالة ما استقالة، العدل 28 خلاص بقوة القانون لا مزيد حتى واحد، نعم يبقى الفترة الانتقالية، الفترة الانتقالية باه نقولوا باللي نحترموا الدستور حتى نغير في الدستور، أنا جايك باه يجي القانون الذي يلائم دول العصرية، لأنه هذو القوانين حنا نهضر على التعديلات ما عندناش ثقافة احترام القانون، هو هنا في اقتصادي وشاف باللي لو ريسبي لا لوا ما عندناش سيت كولتور، هو كادو نتونسيو عندنا دي لوا عندنا قوانين مقارنة مع الدول الجوار وني تريز افونسي، ولكن الإرادة والنوايا تبقى غير كافية إذا ما كانش آلية تنفيذية، علاه؟ لأنه المورد البشري المؤهل للعود لها هي الكفاءة ثم الكفاءة هو الحل لبناء دولة الحدث. نعم سي عثماني، ربما الدكتور بارك سراي أنت ربما اشتغلت كمستشار للرئيس السابق سيد اليمين زروال، نعم، وتعلم ربما كواليس كيفية تدار مؤسسة الرئاسة، نعم، خصوصا أنه قضية رسائل الرئيس أو بيانات الرئيس كيف تتم، يعني بلغة المواطن البسيط مهم كيف تتم، أعطيني من البداية إلى النهاية، من الفكرة إلى وكالة الأنباء ثم وسائل الإعلام مختلفة، بدون ما نكثر الكلام شلي ظهر اليوم وأمس غير مقبول.
غير مقبول. يعني في رئاسة الجمهورية في هناك مديرية تاع الإعلام تاع الإعلام، وفيه دائما مستشار مكلف رسمي بال 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 بالإعلام مش تكلم باسم رئيس الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية. ولكن لهنا شفنا أشخاص مش فناش ناس عندهم الصفة رسمية، ما فيش. إذن خريطة غير معقولة، وأدي رجوتي كومبليتمون، هذا غير معقول بتاتا. لماذا؟ حتى نتذكر سيد فخامة رئيس الجمهورية كان لي شرف ذكروا لما يحب يعمل حاجة يسأل على قد 3-4-5 سيد يمين زروات. نعم. بعد واحد ما يعرفش دار ما هي الأجوبة تاع فلان وفلان وفلان ربعة، ولا حد يعرف الجواب تاع الأخ. الرئيس هو اللي يدير لفيش تكليف المقاربة بين الربعة، ولا ومن الربعة ولا حد يعرف ما هو الموقف تاع الأخ. علاش؟ باش ما نأثرش على بعضنا بعض. بينما الآن راه نشوفوا في شخص أو شخصين عاملين رأيهم أمام 24 مليون يخرجوا في الشارع كل 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 جمعة، غير معقول بتاتا. يلا امسحوا علينا هذا السوق امسحوه كرما امسحوه. لكن كيف؟ لابد من آلية شرعية. يقول لك البعض لابد من آلية دستورية، لابد من آلية عندها شرعية قانونية. طيب الآن في وزير الآن في وزير عينة وزير العدالة، هل العدالة تتحرك وتوقف كل هؤلاء الناس اللي قادرين يعني يخلقوا له فوضى ويخليوا الشباب ممكن يكون فيه مشاكل في الشارع الى اخره؟ نتمنى بموقف الشباب الرائع وبموقف الصار بتاع الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الاشخاص اللي في رئاسه الجمهوريه او خارج رئاسه الجمهوريه اللي مش باينين رسميا امام الشعب ما يفسدوناش البلاد، لان البلاد عظيمه وخيرها شيء رائع، وما نقدروش نغلطوا اي غلطه امام الاجانب او امام المواطنين، لان الوصيه تاع الشهداء قويه جدا وفيها رموز وفيها كذا. كفايه هؤلاء الناس، انا نقول لهم كفايه، وقفوا جدهم بركات من هذا الافتزاز. لماذا؟ قد ما الجيش الوطني الشعبي يكون قوي وصار مع القانون، قد ما الشعب يكون معه. احنا مع الجيش الوطني الشعبي، والشباب مع الجيش الوطني الشعبي. لماذا؟ الشباب اصبح واعي ولكن غير كافي. علينا احنا اللي عندنا خبره هنا وهناك ان نزيدوا نفسروا لهم ونعلمهم بخطوره الوضعيات او خطوره المسار تاع بعض الشخصيات، بعض الاشخاص، مش بقول شخصيات، بعض الاشخاص مهما كان ظروف. لماذا؟ اللي فيه هناك اموال، في اموال كبيره، في سرقه كبيره جدا على مستوى البنوك، على مستوى الاراضي، على مستوى وحدات الصناعه الى اخره. كل هذه ما خلتهمش يصبروا امام الجهود تاع الشباب اللي حابين ينظفوا البلاد. البلاد لازم تتنظف، لازم ناخذوا موقف ونبداو نشتغلوا. انا شخصيا نقول هذا. نعم، ربما سؤالي راح نروح لهذه المواضيع دكتور سراي، لكن قضيه بيان او رساله من الرئيس او وثيقه صادره عن الرئاسه، بأي صفة بأي ربما إجراءات تتم من البداية إلى النهاية؟ يعني كم عدد الأشخاص مثلا الذين يطلعون عليها؟ من يحررها قانونا، لغة، سياسة؟ الشيء اللي عرفته أنا في الجزائر والشيء اللي عرفته في بعض الدول، المفروض رئيس الجمهورية يعطي أمر شخص معين، يعطلوا مباشر، يكلفوا بحاجة، وبعد هذيك الدرافت المسودة الرئيس ذاته يولي بتخبي يعطيه جماعة آخرين، وينتظر رجوع رسائل كلهم 3-4-5، وبعدين هو يعمل فيها تفاعلات باش ما يكونش انزلاقات. خاطر لاش لما اي كتابه تخرج من شخص واحد دائما يكون فيه غلطات، فيه انزلاقات. هذا الشيء راه واقع الان، يبدو لي بعد الكتابه جايه من شخص واحد، وهذا غير مقبول. هذا غير مقبول، شخص واحد يأثر على 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 على, على 44 جزائري، هذا غير معقول تماما، غير معقول وغير مسموح. والتاريخ سوف يشهد عليهم، سوف يحكم عليهم يوم من الايام. نعم. كيف ترى البيانات ربما من حيث الصياغة خصوصا الصادرة اليوم؟ شوف، هذو كان ثقافة المؤسسة تقتضي كان ديوان، هذا أمر تقني يفترض أن نجوز على مراحل معينة، كان فيها مديرية رسمية، ناس مختصين، ناس رسمية لآخر. يبقى الأمر التقني يستشير السياسي، ثم السياسي يرسم ذلك القرار بناء على معطيات معينة. إذا كان اختيارك الأشخاص أعطوك دي دوني فوس، يعني دي دوني أخطاء، طبعا راح يكون قرار تاعك غير منطقي، بيكون قرار، ولكن بيكون قرار منطقي مبني على مقاربة كما سبق وذكر الأستاذ، على أساس كل واحد
يعطي تصور لحل مشكله معينه او لازمه معينه بيكون القرار تاع الصحافه هذا امر تقني. احنا المشكل انه بينت اليوم كرانا سوق عكار. نعم ربما يعني عندنا في الاخبار العاجله حتى اللحظه ان الاستاذ مصطفى بوشاشي الحقوقي المعروف واللي عنده يعني حضور ما نقوله حضور محترم في لدى الحراك الشعبي يعتقد الأستاذ مصطفى بوشاشي أن الجيش انحاز لمطالب الشعب أو انحاز للشعب. ربما هذا تطور ملفت للأستاذ مصطفى بوشاشي خصوصا أنه من الحقوقيين الذين من الصعب جدا أو ليس من السهل أن تكون آرائهم إزاء الجيش بهذه الصورة. وقال أنه يطالب بتفعيل المادتين 7 و8 الأستاذ مصطفى بوشاشي حسب هذا التصريح. طبعا آخر الأخبار سوف تصل المشاهدين الكرام في الشريط العاجل الذي سيكون مرافقا لنا وأيضا في إعلاناتنا نحن وفي تحليلاتنا. ماذا ترى في هذا الموقف؟ أولا أستاذ دكتور عثماني أن الأستاذ مصطفى بوشاشي يقول أن الجيش انحاز لمطالب الشعب. هو وجهة نظر وما نسناش غير يقولها بوشاشي احتراماتي ليه وصديق وزميل لكن ما نسناش المنطقي لأن الواقع بين المؤسستين وكان تراشق بين رسالتين لكن الظرف بين أنا جايك بين الرئاسة تحس باللي رضخة بشكل عملي على أساس أنه يفعل مادة اللي تعتمد على مصدر كل سلطة هو الشعب تاع 7 فهمت و8 وايضا الدكتور عثماني السيد استاذ مصطفى بوشاشي قال انه يطالب بتحويل بيانات الجيش الى افعال. استاذ مصطفى بوشاشي الحقوقي المعروف يطالب بتحويل بيانات الجيش الى افعال. هذا شيء منطقي لانه الخطب والنوايا والاراده بقات غير كافيه وعلى كل جمعه تخرج وكان قال كان ثقه وكان التزام الناس ما تخرجش ما دام ثقه لانه كاين مشكل ثقه. دكتور عثماني نقرا هاي يعني قراءات الظرف خلينا نهضر ما هي الظرف قراءات الظرف ان يتحول الحقوقيون مثلا الحقوقيون عاده ربما عندهم واحد الحساسيه معينه من العسكر والعسكريه لكن اليوم استاذ مصطفى بوشاشي يقول بوضوح معليش معليش الحقوقيين لازم يكونوا في دوله القانون مناظرين وهذا كونتراست تاع بون سين النخب هذه اليوم تفاعلت وتحركت وهذا مؤشر صحي اليوم كي كان ما كانش غير كان المئات والعشرات دونك هذا مؤشر صحي بين دوله القانون هو سكون ابل سي فورس غاردي سادي تعس اي هذا هو الاوتوكريتيك لانه القوه تاع الدوله كي تكون عندك معارضه قويه تبني دوله قويه لانه كلا السلطه والدوله هدفهم بناء الوطن فعلى بالك في البرلمان البريطاني وعلى لجنه الماليه مادام مختص الماليه يعطوها المعارضه هذه ما تعرفهاش يعطيها المعارضه يعطوها علاه لانه باه يبقى يحافظوا على المؤسسه الشرعيه باه يبقى يعسوا لانه علاه الهدف هو ريباوند الى اخر السنت يعني الهدف واحد هو بناء دوله قويه. شوف الاشكال واش حبيت نقول لك اليوم علاه قال ركز السي سراي وقال للشباب اليوم ركز على عنصر الشباب لانه ثروه هاي الثروه الحقيقيه اللي ما توفرتش في السنوات السابقه. هذو الشباب اللي بيحكموا اليوم زمام الامور بعد استرجاع من الحراك من العمليه السياسيه اللي كان استقلاليه تامه شهداء كانوا شباب نعم دونك شيء منطقي هذه السلاله تاع الشهداء اليوم تحكموا مسؤوليتهم. يبقى اليوم هذا الرسائل انه هذا الجيش راهو سلاله تاع الشعب. واش قال؟ انا الجيش اعتمد على مرجع دستوري قال لك ان الشعب مش يقول نتبع نمشي بعيد ونمشي معاه ولكن محافظ على الشرعيه الدستوريه. اليوم لما يقال انه البيان الصادر اليوم عن رئاسه الجمهوريه تمت كتابته من طرف سعيد بوتفليقه شقيق الرئيس المستشار الرئيس بوتفليقه نتساءل ربما ما دور المستشار؟ من اين تبدا صلاحيات المستشار واين تنتهي؟ أنت كنت مستشار كل في الرئاسة مستشار هل كل المستشار سواء أم في مستشار من مستشار؟ لا لا وما لا دوره؟ لا 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 كل مستشار عنده لتردر في العوز تاعه وين يبدأ وين يخلص ما يفوتش منها ولكن الاستشارة مفتوحة بين المستشارين ومفتوحة بين المستشار ورئيس الجمهورية مستشار سمى إيه سموش مقرر لا مش فهموه لا مش مقرر كيف يجي سيفة مستشار مقرر لا 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 فهموا هذا مستشار يبقى مستشار استشارة قانونا مهما كانت عملاقة أي مستشار كان لازم رئيس الجمهورية يدور على الآخرين باش يكمل الاستشارة ويتقن ويعمل لافيش نتاع الضبط لتضبط هذيك الاستشاره متعارف بها نعم هذه هي ما فيش مستشار اكثر من الاخرين ولو كان خوه ولا بنو الى اخره ما فيش مستشارين كل واحد عنده قانون فيه مستشار الامني فيه مستشار التقني فيه مستشار الاقتصادي فيه فهمت ولكن احنا على بالنا في رئاسه الجمهوريه حاليا المستشارين كاينين بعدد كبير ياسر مش شغالين يديو فقط في الاجور وقاعدين
بينما في جماعه الاقلال راهم اللي يخدموا هذه هي ويقروا حول الرئيس. نعم ربما وهذا هو هذه الغلطه اللي المضر الشعب غاضب عليها. الشعب لما بدا الشعب يفيق وما حصل اليوم المعلومات يخرجوا مش فقط من الحكومه او من بعض الوزراء او من ذاك، ولكن بداوا المعلومات يخرج من رئاسه الجمهوريه. الشباب بداوا يفهموا بداوا يسالوا حتى في القوانين مش يفهموها، ورد الفعل قوي جدا. فلهذا لازم 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 الجيش الوطني الشعبي يستجاب لهذا الشباب، ولكن اليوم دكتور كان يحترم القانون ان يكون ما يحصل اليوم انه في ما اذا صحت او الاخبار متداوله والتي نتناقشها كثيرا نتداولها كثيرا انه شقيق الرئيس سعيد بوتفليقه هو من يكتب رسائل الرئيس ومن يختم باسم الرئيس، هذا ما ماذا يسمى هذا؟ هذا خطا، هذا خطأ وغير دستوري، خطأ وغير دستوري وغير محترم للقانون الداخلي لرئاسة الجمهورية. لأن رئاسة الجمهورية في هذه الديبارتمون، في هذه السكسيون، فيها مستشارين، في هذه شارج ديتود، كل مستشار عنده خمسة ستة ستة سبعة شارج ديتود تحته لأن يكتبوا لي يحضروا لي ما تكون في أمور. هذه الرسالة الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، يعني بيان من رئاسة الجمهورية بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019. أنا هنا قرأت هذه الرسالة بلغة الصحفي أو المواطن أو العابر، يعني مش متخصص كثير في هذه الأمور. ما ملاحظاتك دكتور سراي؟ احنا كنا منتظرين على كل حال، احنا كنا منتظرين الشكل والنص والعبارات. ما فيها شخصيات، مش باينه الشخصيات تاع اللي يكتب، مش واضحه. سي تكست تقني بارد، ستاندار بارد، ما فيش مش ظهر مين حتى مش ظهر المصدر، المصدر مش ظهر مش باين. شكون منضي فيه؟ لا عاود رجع لنا المخرج انا كقانوني هو كاقتصادي انا كقانوني ماذا بيش شكون اللي مضى على الامضاء؟ على باليش انا مكتوب الامانه العامه بالعقل رئاسه الجمهوريه الامانه العامه، دونك هذا خارج من الامانه العامه. هل يحق للامانه العامه تصدر قرار سياسي بشكل هذا اساس الراي لا. الرئاسه؟ لا هذا المخرج، هذا هو الصوره اللي راهي متوفره. انا واجبتك انا اعطيك اليوم نعطيك انا كقانوني نهضر معك اقتصادي اقتصادي وعمل كمستشار اداره الجمهوريه. انا سؤال محدد اليوم اقرا في الكاشي الختم الدائري مكتوب رئاسه الجمهوريه، فلتحت واحد يعني رقم واحد واش دار؟ الامانه العامه جاب لي ربي كيديروا واحد هو تاع رئيس الجمهوريه مش الامانه العامه الا انني نقريش في الاداري هكذا، دونك سماوه واحد وسماوه الامانه العامه رئيس الجمهوريه. دونك هل يحق للامانه العامه لرئيس الجمهوريه تصدر قرار سياسي بشكل هذا سي سراي؟ اسمح لي بقدي تدخل بلاصتك معليش الرئيس هو اللي يتكلم، انا الرئيس هو اللي يكلم الشعب وهنا فقط يعني نشير انه النقطه حساسه تاع الاستقاله هو رئيس الجمهوريه. نعم نشير فقط انه فيه وثيقه فيه صوره ايضا مزيفه انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مساء هذا اليوم، يعني وفي مثل هذه الظروف تكثر الاشاعات وتكثر الوثائق المزيفه. فيه وثيقه تتحدث عن الفريق احمد قيد صالح ملاشي، يعني حسب ما ورد في شريط الاخبار ان هذه الوثيقه غير صحيحه نهائيا، يعني فوتوشوب صارخ ومعروف. فعلي نعم. فعلي حبيت نعطيك برك متعارف عليه بحضور اشاد من اهلها وكان تولى منصب على مستوى الجمهوريه. يفترض قرار بشكل هذا قرار تاريخي سياسي ودستوري يفترض يكون امضاء رئيس الجمهوريه الجمهوريه الشعب الجهه يعني بالامضاء تاعو، لان هذه خارج كل شخص يكون مشخص مشخص احنا في القانون. انا بارح هنا هنا انا ما نعرف شكون مكتوب الامانه العامه، لكن بيان يفترض بيان من الرئاسه ليس من الرئيس هكذا قالوا بالعقل. ما بين الامانه العامه هذا قرار شو بك هذا قرار نتاع خارج طريق 10 راه يستقيل يهضر على استقاله نهايه 20 سنه مهمه. لا استنى فهمنا لازم الرئيس مش احنا في القانون الاستقاله مثلا ذكرت لك تعطيني قراءه قانونيه أوكي. نحكي مصطلحات سيتولى قال لك من بعد هكذا رئيس الجمهوريه وش يقول؟ قرارات دستوريه دونك قرار صادر من رئيس الجمهوريه من اجل ضمان مؤسسه الدوله يقول لك ستتم الفقره الاخرى ستتم استقاله رئيس الجمهوريه. داك بتعطي واحد الصفه ويهضر على استقاله رئيس الجمهوريه لازم يكون معني بالامر، لانه استقاله كتابيه شخصيه ما كانش وكاله في الاستقاله. هل ممكن توكل واحد يستقل مثلا؟ هذا مش استقاله، هي اعلان عن مأجل استقاله ثبوت النيه يعني طلب لانه كانه النيه لا بون فوا يستقيل. هذه سنا اتونسيون في الاداري وفي القانون الاداري في القانون يفترض
ما تشخص وتقول استقاله في القانون استقاله المسؤوليه هي الشخصيه حتى في ناحيه البروتوكول بروتوكول ما تقول هذيك على مستوى البروتوكول ما تقدرش تنزل تحت هذا نازل هذا مش دكتور سراي مستوى البروتوكول تاع الجمهوريه دكتور سراي ما معنى ان يكون مستشار الرئيس هو شقيق الرئيس يعني العلاقات الدستوريه والعلاقات العائليه هو اي رئيس جمهوريه عنده حق يعين ماذا يريد عنده حق ما يعين خوب بن خوب هذا ولكن الدستوري حسب الكفاءات حسب السبيسياليزاسيون ولكن في العمل اللي اختلف لازم يخلطش بين علاقاته العائليه والعمل الرسمي العمل الرسمي تخرج من الرئاسه على 7 تاع الليل ما بقيتش مستشار وتصبح اخو رئيس الجمهوريه والعكس بالعكس الصباح لما توصل 6 تاع الصباح 6 ونص كنت اخو الرئيس لكن توصل 6 ونص للمكتب تصبح مستشار مش كيف كيف احنا كنا نبداو على 7 غربة تاع الصباح 6 ونص 7 غربة سي زروال تلقاه ينتظر في بعض المواعيد 7 غربة ماكسيموم يعني ينوض بكري اذا عنده حياته العائليه وعنده نعم دكتور سراي خلينا نواصلوا في البيانات وفي الاخبار العاجله ان السيد مصطفى بوشاشي يثمن كل البيانات الصادره عن الجيش وقال الاستاذ بوشاشي نعتقد ان الجيش انحاز لمطالب الشعب واضاف انه يطالب ان تتحول البيانات الى افعال واجراءات وشدد على ضرورة تفعيل المادتين 7 و8 طبعا نكرر الزملاء أن يعيدوا حتى تكون هذه الأخبار العاجلة في أذان الجميع مصطفى بوشاشي يثمن كل البيانات الصادرة عن الجيش وقال أنه يعتقد أن الجيش انحاز لمطالب الشعب وأضاف بأنه يطالب أن تتحول البيانات إلى أفعال وإجراءات وشدد على ضرورة تفعيل المادتين 7 و8 وصل ما نقدرش يتخلى على الشعب في هذا الطلب اللي تكلم عليه الأستاذ بوشاشي طبيعي أن الجيش يمشي المطالب تاع الشباب لما تشوف 24 مليون شاب كل أسبوع يخرجوا يعني زعزع العالم وأعطى أحسن صورة طبعا يعني وندرفول كما يقولوا يعني مبهرة يعني أنا تكلمت مع أفسر تكلمت مع السيناتور أمريكي مان دي جيرو يقول لي سي انكريديبل سي انكرويابل غير قابل للتصديق سي انكرويابل سكون في ليجون الجيريه سي خلينا هذه الفكره سي دي جامي في خلينا نشوف هذه الفكره هذه مليحه هذه لكن خلينا نروح بعد فاصل عطاو صوره للعالم كله من الان فصاعدا كثير من الدول في العالم راح ياخذوا بعين الاعتبار ليكزامبل دو لاجيريه الجيريان دو 2010 الجيريان دريم We are very happy. نعم خلينا الدكتور سراي والدكتور الدكتور عصماني راح لي اسمك حتى في هذه التغطية لكن خلينا نروح الفاصل القصير ثم نعود مشاهدين الكرام نحن متواصلون معكم على الهواء مباشرة من قناة البلاد في الجزائر ننقل لكم بالتحليل والنقاش والأخبار العاجلة أهم الأحداث لا تذهبوا بعيدا